بالنسبة للمناطر الفاروق قد لحقت، هي قديمة أقدم من المسجد، وقد لحق بها المسجد. تعتبر المنارة الفاروق قديمة أقدم من شلون تقول، هي بالأساس منار أو فنار للدلالة على القوافل التجارية تأتي من الصحراء أو السفن تأتي عبر النهر، وتعتبر برج مراقبة لأنه القدماء عندهم عدة أبراج على طول النهر، وهي تعتبر برج من أبراج المراقبة أو الفنار للدلالة على أن وجود المدينة. والله هي بالنسبة للميلان وبالنسبة للتشققات الصارت عدة أسباب. أول سبب هي التقادم الزمني، تعرف أن قديمة أقدم من الإسلام، تعرف أنه عدم الصيانة لها أثر كبير يعني بالنسبة. والسبب الثاني هو فتح شارع الكورنيش وكذلك جرف التربة القريبة من عنده وبناء محلات له أثر على الأسس مال المنارة. والله احنا من خلال قناتكم ان شاء الله الكريمة نوجه على الإدارة المحلية والإدارة الحكومية في بغداد الاعتناء بهذا الأثر الشامخ نقول لأهل هيت، وناشدهم انه يقومون بعملية الصيانة من خلال إرسال يعني مهندسين فنيين للقيام بدور الصيانة والحفاظ على هذا الأثر الشامخ. زين لازم تستخدم الرونة. منارة الفاروق هي تعتبر من المناطق الأثرية داخل مدينة هيت، دائما انه بنشوف منارة الفاروق يقترن اسمها ويا النواعير لقدم يعني المنارة هذه. طبعا المنارة اهالي قضاء هيت وعموم محافظة الأنبار تعتبر هي شعار وأيقونة لمدينة هيت. منارة الفاروق لها تاريخ طويل اللي هو قبل الإسلام طبعا، وبعد الإسلام بزمن سيدنا عمر تحولت إلى مأذنة. قبل الإسلام هي كانت مرصد للحروب، مقابلها أيضا منارة المعمورة بالضبط. تشوف اليوم أغلب الشعارات اللي موجودة داخل مدينة هيت أو حتى اللوجوات اللي للدوائر الحكومية أو أي مكان أو أي شعار، تشوف أنه دائما تلاقي منارة الفاروق وأيضا النواعير. لكن وللأسف دائرة الآثار في الدولة الإيرانية غير مهتمة بها، فانظر إلى الحفريات تحت هذه المعدنة، وإن هذه المعدنة مائلة قليلاً بها ميول واضح بالعين المجردة. فندعو دائرة الآثار إلى أن تقوم بترميم المعدنة، وآخر ترميم للمعدنة 1945.